النوع التالي الذي سنتحدث عنه يأتي من جنوب شرق آسيا، وتحديدا جزيرة فلوريس. هنا عاش إنسان فلوريس الذي كان بحجم الأقزام منذ حوالي 190 ألف إلى 50 ألف عام، وربما لفترة أطول من ذلك بكثير، رغم أننا لا نعرف حاليا. ربما كان هؤلاء البشر الأكثر تميزا بين جميع الأنواع البشرية، لقد كانوا صغار الحجم حيث كان طولهم يزيد قليلا عن متر واحد، ووزنهم حوالي 25 كيلوغراما. كانت جماجمهم صغيرة، وكان حجم أدمغتهم حوالي 380 سنتيمتر مكعبا فقط، وهو في نطاق الشمبانزي والأسترالوبيتوكس المنقرضين. على الرغم من صغر حجم أدمغتهم، إلا أنهم كانوا يمتلكون قشرة أمامية كبيرة نسبيا وغطاء دماغي عريض، مما يشير إلى مستوى معقول من الذكاء. أدلة أدواتهم التي كانوا يستخدمونها لإشعال النار والتقطيع تؤكد أنهم كانوا أذكياء للغاية. بقاياهم تكشف عن عدد من السمات الغريبة مماثلة لتلك الموجودة لدى الأسترالوبيتوكس والإنسان المبكر. يعتقد أن هؤلاء البشر تطوروا من هجرة مبكرة للإنسان المنتصب الذي وصل إلى الجزيرة منذ حوالي مليون عام. جزيرة فلوريس كانت معزولة دائما، مما يعني أن الإنسان المنتصب إما كان عليه السباحة أو استخدام نوع من أدوات التعويم للوصول إليها. من المثير للاهتمام أن هذه العزلة قد ساعدت في ظهور تطور غريب، حيث أن الجزر عادة ما تصبح الحيوانات الأكبر حجما أصغر حجم فيها بسبب نقص الموارد، وعادة ما تصبح الحيوانات الأصغر حجما أكبر حجما غالبا بسبب نقص الحيوانات المفترسة. من المرجح أن إنسان فلوريس قد أصبح صغير الحجم بسبب ندرة الموارد وعدم وجود ضغوط تطورية للبقاء كبيرا. عاش هؤلاء البشر على هذه الجزيرة حتى حوالي 50 ألف عام مضت. يعتقد أن الإنسان العاقل ربما تفوق عليهم، أو ربما قد انقرض معظمهم قبل وصول نوعنا إلى هناك. إن إنسان فلوريس يمثل مثالا نادرا للتطور في عزل جزيري، حيث تغيرت سمات الجسم بشكل كبير وفقا للبيئة التي كانوا يعيشون فيها. النوع البشري الأخير والذي سنتحدث عنه هو الإنسان اللوزوني أو إنسان لوزون. اتخذ هذا النوع من جزيرة لوزون موطنا له، وكان يشبه إلى حد كبير إنسان فلوريس. البشر الأوائل الذين تطوروا إلى هذا النوع وصلوا إلى الجزيرة لأول مرة منذ حوالي 750 ألف عام، وكان عليهم عبور مسافة كبيرة من البحر للقيام بذلك. الأدلة على وجود هؤلاء البشر تأتي في شكل أدوات حجرية وليس بقايا عظام، مما يبرز الصعوبة في رسم صورة دقيقة لتطورهم في تلك الفترة الزمنية الطويلة. يعتقد أن أسلافهم كانوا من الإنسان المنتصب، تماما كما يعتقد أنه الحال مع إنسان فلوريس. أقدم بقايا إنسان لوزون المعروفة تعود إلى حوالي 67 ألف عام فقط، مما يشير إلى فترة زمنية طويلة بلغت نحو 700 ألف عام عاش فيها هذا النوع على الجزيرة من دون العثور على حفريات لهم. هذه الفترة الزمنية الكبيرة تشكل تحديا كبيرا في مجال علم الأحافير، حيث لا يزال الكثير غير معلوم عن هذا الإنسان البدائي. الإنسان اللوزوني نفسه
معروف من بقايا مجزأة، ويبدو أنه كان صغير الحجم للغاية، رغم أن حجم جسده الفعلي لا يزال غير معروف بدقة. تم العثور على أسنان الإنسان اللوزوني، وتظهر مجموعة معقدة من السمات التي تشبه تلك التي كانت موجودة لدى الإنسان الأول والأسترالوبيثوكس، مما يشير إلى تطور متقارب وليس سلفا مشتركا حديثا. عظام الأطراف تظهر خصائص مشابهة لتلك الموجودة لدى الأسترالوبيثوكس، مما قد يشير إلى تكيفات لتسلق الأشجار. هذا التشابه لا يعني بالضرورة علاقة قرابة حديثة، بل قد يكون نتيجة للتطور المتقارب تحت ضغوط بيئية مماثلة. الإنسان اللوزوني كان قوي البنية، حيث تم العثور على بقايا لحيوانات مذبوحة مثل وحيد القرن والذئب والغزلان والسلاحف. الأدوات الحجرية التي استخدموها لم تكن متقدمة بشكل خاص، لكنها لم تكن بدائية أيضا. الإنسان اللوزوني يوضح لنا مدى تعقيد معرفة التطور البشري في تلك المنطقة من العالم، فلا يزال هناك الكثير مما يتعين علينا تعلمه حول هذا النوع البشري الغامض، حيث يشير اكتشافهم إلى وجود تطورات متقاربة مع أنواع أخرى من البشر، بالإضافة إلى إدخال مفاهيم جديدة حول كيف انتشرت البشرية في أنحاء مختلفة من العالم. أعزائي، لقد مررنا عبر جميع الأنواع البشرية التي تم تأكيدها حاليا من خلال الأدلة الأثرية والوراثية، ومع ذلك هناك العديد من الأنواع الأخرى التي تم اقتراحها استنادا إلى بقايا أو قطع متحجرة محدودة. سوف أستعرض هنا بإيجاز بعض هذه الأنواع المقترحة، وأوضح كيف يمكن أن تكون مرتبطة بتطور الإنسان أو غير ذلك. الإنسان الصبروني عثر على غطاء جمجمة واحد في إيطاليا، ربما ينتمي إلى سلالة هايدلبرغ. تم العثور على هذا الاكتشاف في سياق أثري يعود إلى حوالي 600 ألف عام. الغطاء الجمجمي يشير إلى أن هذه المجموعة قد تكون مرتبطة بالإنسان المنتصب، أو قد تكون سلالة مستقلة تطورت بشكل فريد في أوروبا، ومع ذلك يتمتع الصابروني بخصائص تظهر تشابهات مع هايدلبرغ أكثر من أي نوع آخر معروف حتى الآن. بينغو واحد هو مثال آخر على الأنواع البشرية المقترحة، حيث تم العثور على فك متحجر في الصين. يعتقد أن هذا الفك ينتمي إما إلى إنسان منتصب قائم أو إنسان دينيسوفا، مما يجعل هذا الاكتشاف غير مؤكد من الناحية التصنيفية. قد تكون الخصائص المورفولوجية لهذا الفك تشير إلى أنه من المحتمل أن ينتمي إلى أحد السلالات الآسيوية القديمة، ولكن لا يوجد دليل وراثي واضح بعد لتأكيد هذه الفرضية. هذه البقايا تلقي الضوء على البيئة المتنوعة التي تطورت فيها الأنواع البشرية في آسيا. مؤخرا اكتشف العلماء قطعا من الجمجمة والفك السفلي في موقع في الشرق الأوسط. هذه الاكتشافات تثير تساؤلات حول ما إذا كانت تشير إلى نوع جديد من أنواع البشر. بعض الأبحاث تشير إلى أن هذه القطع قد تنتمي إلى نوع قريب من إنسان نياندرتال أو دينيسوفا، ولكن لا يمكن الجزم بذلك من دون مزيد من الأدلة. تظهر هذه الاكتشافات مدى التعقيد في تصنيف الأنواع البشرية المبكرة، حيث توجد خصائص تشريحية تجمع بين العديد من الأنواع السابقة. الإنسان المعروف باسم الإنسان العاقل إيداوتو أو هيرتومان كان يعتبر ذات يوم نوعا فرعيا من الإنسان العاقل،
لكنه يعتبر الآن مثالا مبكرا للإنسان الحديث تشريحيا. يمثل هذا الاكتشاف تداخلا مثيرا للاهتمام بين الإنسان الحديث وأنواع بشرية أخرى، مما يشير إلى أن أسلافنا كانوا يتعايشون مع مجموعة واسعة من الأنواع البشرية في إفريقيا. وأخيرا، لا يمكننا أن نغفل عن بقايا سكان كهف الغزلان الحمراء في الصين والذين عثر عليهم مؤخرا. قد يكونوا قد عاشوا حتى حوالي 11500 عام مضت، مما يجعلهم آخر مجموعة بشرية عاشت على قيد الحياة قبل تاريخ الإنسان الحديث. هؤلاء البشر قد يكونون سلالة قديمة جدا من الإنسان العاقل، والذي انتقل إلى الصين قبل 100,000 عام، أو نتيجة لتزاوج بين الإنسان العاقل وأحفاد إنسان دينيسوفان. هذه البقايا تقدم دليلا مثيرا على التعايش بين الأنواع البشرية في مناطق بعيدة من العالم، مما يعكس تعقيدات الهجرة البشرية عبر العصور. العديد من هذه الأنواع المقترحة لا تستحق تصنيفا ثابتا في الوقت الحالي بسبب محدودية الأدلة. في كثير من الأحيان تكون هذه الأنواع مبنية على بقايا جزئية أو اكتشافات قليلة جدا، مما يجعل من الصعب تصنيفها بدقة. مع تقدم البحث وفهمنا للتطور الجيني والبشري، قد نكتشف روابط جديدة أو نعيد تقييم علاقاتنا بالأنواع البشرية الأخرى. فحتى ذلك الحين يبقى تطور الإنسان موضوعا معقدا وغامضا، حيث توجد العديد من الفجوات التي تحتاج إلى ملء. كان السؤال الأصلي لهذا الفيديو هو حول عدد الأنواع البشرية التي كانت موجودة على كوكبنا في أي وقت. في الوقت الحالي وبناء على الاكتشافات الحالية، يمكن القول بوجود 13 نوعا بشريا مختلفا. هذا الرقم من المرجح أن يتغير مع المزيد من الاكتشافات، خاصة في آسيا إذا اعتبرنا هومولونجي ودينيسوفا كنوعين مختلفين، فإن الرقم سيرتفع إلى 14 نوعا، ولكنني شخصيا متردد في اقتراح هذا الأمر، فإن هذه الأرقام ستكون عرضة للتغيير مع الاكتشافات المستقبلية. ربما تطرحون الآن الكثير من التساؤلات حول كيفية عيش أكثر الأنواع البشرية اختلافا في نفس الوقت في جميع أنحاء العالم. أعتقد أن هناك إجابتين على هذا التساؤل. من المحتمل أن يكون ذلك في وقت مبكر من تطور الإنسان، عندما كانت الأنواع مثل هابيلس ورودولفوانسيس وإريكتوس وإرغاستر تعيش معا، أو ربما من المرجح أن يكون ذلك في أواخر 300,000 عام، عندما كان الإنسان المنتصب المتقدم والنياندرتال والإنسان الحديث ودينيسوفا وإنسان ناليدي وإنسان فلوريس وإنسان لوزون وأنواع أخرى تعيش في وقت واحد. من المحتمل أن تكون هناك أنواع بشرية أخرى على قيد الحياة في هذا الوقت. أيضا طبعا إذا تم تصنيفها كأنواع منفصلة، بما في ذلك هومو لاتال بيرجينسيس وهومو لونجي. يجب أن يكون هذا وقتا مدهشا للغاية، أن ترى كل هذه الأنواع البشرية المختلفة تتجول حول العالم في وقت واحد. من المثير للاهتمام النظر إلى نطاق كل هؤلاء البشر ومقارنته بنطاق البشر في الألفي سنة الأخيرة فقط. صحيح أنني لست من النوع الذي يتفاخر كثيرا بالجنس البشري، لكن بالنظر إلى مراحل تطور جنسنا بالكامل أعتقد أننا جميعا رائعون وأقوياء جدا. في فترة زمنية قصيرة نسبيا استطاع جنسنا جعل هذا الكوكب ملكا لنا. بالطبع لم نكن لنكون هنا بدون أسلافنا، لذا فنحن هنا بفضل ملايين البشر من ماضينا البعيد.
آمل أن تكونوا جميعا ممتنين لحياتنا السهلة نسبيا وأعمارنا الطويلة ورعاياتنا الصحية الشاملة وطعامنا الوفير وفننا الرائع. شكرا على المشاهدة، تأكدوا من الإعجاب والاشتراك وشاركونا بأفكاركم حول الفيديو في التعليقات أدناه. سنلتقي في مواضيع قادمة عن تاريخ تطور البشرية. دمتم بخير.